احنا الان في محرم الحرام ونخدم زوار الامام الحسين في اول 10 من المحرم من اول يوم الى يوم العاشر 10 ايام فقط. الحمد لله الأمان جيد والخدمات ممتازة كلش يعني، ونرى أن الدوائر الخدمية الآن تعمل بصورة صحيحة، ونتمنى من أن لا يتدخل أحد في عمل الحسينيين وعمل المواكب اللي حاليا هي في كربلاء، لأنها تصب كلها في خدمة الحسين.